فادي بن شوق مسؤول للنيجيريا فريق من جرب الفريقين في الملعبية مباراة تكتيكية بامتياز وبدنية أيضا أساسا لكن هي ندريجي البريك يحاول يتحدى مقطوعة لاتورا أرجع لموسى الترابيزي الكرة الطويلة ولا يلعب على الأضع وإدارة الحي الأولمبي إن شاء الله تتفق أقرب فرصة لرجل الجزيرة الصديقة على الوقت المحمودة موجود على باقي الأحيان أربعة تنبات بجيدة في الاتحاد الأولمبي نرجع في الجمعات بداية سهلة بداية عملية
سيرو الحكم عمار الجمل الكرة في المحور تم كذلك مباراة الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي الرياضي التونسي تاج على الكرة وسام بن حمزة حد يلعب الكرة في جهة مالك طويل الأمام دفاع من دايسون إلى حسام بن يغير اتجاه الكرة على ريال الشوط الاول علامة كاملة ترجع الكرة لحسام بن مينا ملعب التونسي ضيع الشتة رصد محترف الاتحاد مونستير ريفاري اكبادو ترجع الكرة مرة اخرى منتظر الى حد الان في كرات الى اللاعب التونسي المسجل حريص على تحقيق الفوز الرصيد البشري الفردي للفريقين حسام بنينة يوزع كرة حسام بنينة تم الاتجاه أيمن الساحل إلى حسام بنينة حسام بنينة حسام بنينة يعمل مراوغة يحاول يخرج الكرة قبل ما تخرج في اتجاه أيمن الساحل